العصرية فضيلة القارئ شيخ وديع عبد العظيم الداوي أدعوه الآن ليعتلي منصة التلاوة. أدعوه الآن ليعتلي منصة التلاوة. الله أسأل أن يفتح عليه فتوح العارفين وأن ينفعنا بتلاوته. يتفضل الآن قارئنا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون Thank you.
الشجر فضل لا يتكلمون إلا من أذن له
في ذلك العمر لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأن ولأنعامكم
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن صدق الله العظيم. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ وجيه عبد العظيم الهلاوي علم الإذاعة المصرية على هذه التلاوة القرآنية المباركة. شكرا أيضا لفضيلة الشيخ حمودة أديب على تواجده معنا هذا اللقاء.